توقعات عشان هختم بحاجه. صعب قادر توقع المجرى سويسرا. المجرى سويسرا يعني هو ماتش ايكوال الحقيقه، يعني ما تقدرش تقول ان في حد يتفوق على الثاني. يمكن سويسرا عندها حظوظ اقوى يعني 51%. اخيرا بدات عنده طفره. اسبانيا وكرواتيا. اسبانيا مع ان كرواتيا عندهم جيل قوي جدا، وهي المجموعه فعلا صعبه، بس هيتأهل منها ثلاثه، فالثلاثه خلاص هنشوفه في الدور الثاني. محمد ايطاليا والبانيا. ايطاليا طبعا طيب. يعني ألمانيا فرقة يعني ربنا يكون في عونها. أنا عايز بس أقولكم، أنت طالما أنت اتكلمت على ألمانيا في النهضة الجديدة، نهضة التسعينات بعد توحد ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. زمان كان في لايبزيج دي كان في الأوست بلوك اللي هو ألمانيا الشرقية بالزبط. اللي كان دايما كل المدربين المصريين والأفارقة كانوا أو في العرب كانوا بيروحوا لألمانيا الشرقية، والأوست بلوك ده كانوا متقدمين جدا ومتطورين حتى في الألعاب الأخرى. لو تفتكر ماتياس سامر نجم دورتموند منتخب المانيا اللي هو الاشقر ده كان جاي من اوست بلوك اللي هو من من من, من المانيا الشرقيه. بالتالي مع توحد المانيا الغربيه مع الشرقيه القاعده بقت كبيره جدا جدا، وبالتالي اللي بنشوفه على ارض الواقع. في الختام للكلمه ببص طبعا انا بقول لا احنا هنكرر الموضوع ده على فكره، لان يعني اليورو ومجهزين لي بقى انتوا بقى معاكم كده لقطات وحاجات وكواليس تبقى ان شاء الله يعني خاصه بينا. هنتفرج على شهر حلو وكره حلوه وكره مختلفه ومنتخبات هتقدم لنا كره ممتعه ان شاء الله في بس اليورو. ما تقعدش تعالي قوي في المانيا، لان محمد مشكلته بيحب بايرن والمانيا زي ما انا انا بحب ايطاليا، وايطاليا دايما يعني بتعلم على المانيا في اليورو في كاس العالم وفي كل حاجه. بص ما هو باين الشياكه والكرفات ده الستايل بتاع نابولي وايطاليا. لا هي عملي الجينز والجاكيت والقميص من غير كرافات. انا النهارده جاي بتيشيرت لقيتكم مختلفين القاعده تماما. لا نثبت القاعده مع بعض بعد كده. كل سنه طيب. كل سنه سامحنا بس ده من منور نكرر ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه وحضرتك طيب. سعد القادر المحترم طيب، وكل سنه والمشاهدين بخير، واكيد مبسوطين دايما ان احنا بنبقى معاك. كل سنه ومصر طيبه، كل سنه والامه الاسلاميه بمناسبه عيد الاضحى المبارك بخير وسلام. كل سنه وان شاء الله تبقى فلسطين تعود مره اخرى وهم طيبين والاقصى وغزه وكلنا طيبين وبخير. كل سنه وكل زملائي في المحور ميدو وبركات، زملائي في الاخراج والاعداد والتصوير وكل الناس طيبين في المحور. كل سنه ومصر الغاليه طيبه وبخير. في الختام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.